أنا مريم الشعار، أهلي إجوا على لبنان سنة 48 وقت اللجوء، وأنا خلقت وربيت بمخيم برج البراجنة. كل لاجئ بحالة حلم، وخصوصاً الأطفال دائماً بيحلموا بالحياة الأفضل. أول حلم كنت بتمنى أني أكمل دراستي. أنا كنت من المميزين بالمدرسة، كنت على طول أخذ جوائز. للأسف ما قدرت أكمل تعليمي، وقفت، كان في حرب المخيمات، فاضطريت أني أوقف دراستي كرمال أساعد عائلتي. المشكلة أنه إحنا ظروف البلد صعبة، وظروف المخيمات أصعب. الناس بالمخيمات بدو يعمل شيء. مرأة مضطرة إنها تكون كل نهار بالبيت، تعتبر حالها هي بالدرجة الأولى هي أم، بعدين زوجة، حتى ممكن تنسى إنه هي أنثى. يعني الفكرة هي بلشت من خلال الحديث واللقاءات الدائمة مع هالستات. طب انت اذا صحت لك فرصة عمل، شو اللي بتحبي تشتغلي؟ نشوف شو اللي ممكن احنا نعمله لنحسن ادائنا ومستوانا والناحية الاجتماعية، انه نحن ترجع تطلع لعنا كل يوم ونشوف كل شيء. كانوا عم بيقولوا يا ريت ينعمل شيء له علاقة بالطبيخ، بما انه احنا كثير بنعرف نطبخ، وبما انه الطبيخ هو هواياتنا كمان غير انه احنا شاطرين فيه. وهيك بلش مطبخ سفرة. ومن هون كان في بالصدفة مؤسسة الفنار عم بتدور على جمعية تدعمها بس يكون المشروع له علاقة بالإنتاج. مريم الشعار is one of those people, like the moment you meet with her, you know she's a social entrepreneur. You know she has a vision. You know she's gonna make it happen, you know, with or without you. And there were so many other people that we were looking into and talking with, so that's what made her stand out. خلصت أول سنة، كان في صدى كتير إيجابي للمشروع، كان في بلش حدا عم بيعرفنا، بلش حد الناس تدق لنا. They weren't expecting to start making income and generating surplus for at least a year, and within months they were making money.